أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتفادياً انتشار الأخبار المغلوطة، ارتأت نيابة الجمهورية لدى محكمة بوفاريك إعلام الرأي العام بمعلومات موضوعية عن الوقائع والإجراءات المتخذة في قضية القتلى التي راح ضحيتها المرحوم سينيا. أول ما أبدأ به مداخلتي هو الترحم على روح الضحية والتقدم لعائلتي بأحر التعازي، وأسبق عبارات المواساة راجية من الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. أما عن وقائع القضية تعود لتاريخ 24/8/2022 في حدود الساعة 5 مساء. تقدم المدعوان شين ألف وشينيا إلى المحل التجاري الكائن بمدينة الصومعة والمملوك للمدعو يامي، وقام باستفزازه وابتزازه. هذا الأخير قام بطردهما، وانتقاما منه قام بتجميع أفراد العصابة الإجرامية والعودة إليه في حدود الساعة 10 ليلا، حاملين معهم مختلف أنواع الأسلحة البيضاء بنية الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، حيث قاموا بتحطيم محل الضحية والتسبب في نشوب شجار عنيف أصيب على إثره الضحية المرحوم بطعنة سكين على مستوى البطن، كما أصيب شقيقه على مستوى الجبهة. وبعد تدخل عناصر الأمن لاذوا الفاعلين بالفرار، ونقل الضحية المرحوم إلى مستشفى فرانس فانو بالبليدة، أين وافته المنية بتاريخ 26/8/2022. التحقيقات التي أمرت بها نيابة الجمهورية أسفرت عن توقيف 7 أشخاص بما فيهم المتهم الرئيسي، فيما بقي شخص واحد في حالة فرار. وفي هذا الإطار لا يفوتني أن أنوه بفعالية واحترافية ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين أنيطت لهم مهمة البحث والتحري تحت إشراف السيد النائب العام، والذين تمكنوا من إلقاء القبض على الفاعلين في وقت قياسي وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 30/2022. وبعد تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية تمت متابعتهم بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي عن جنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية المشاركة في مشاجرة وقعت في مشاجرة بين عصابات الأحياء وقعت أثناءها أعمال عنف أدت إلى وفاة شخص من خارج أعضاء العصابة. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 254/256/256/257/261 قانون العقوبات، والمادة 25 فقرة 2 من الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والتي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. السيد قاضي التحقيق وبعد استجواب المتهمين أصدر أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت مع إصدار أمر بالقبض للمتهم الذي لا يزال في حالة فرار. وفي الأخير نؤكد أن النيابة العامة تابع القضية وتسهر على التطبيق الصارم للقانون وحماية الضحايا والأطراف المدنية بكل الطرق المخولة قانونا، والقضية مطروحة أمام السيد قاضي التحقيق، وحفاظا على سرية التحقيق يستوجب التوقف عند هذه النقطة. وشكرا.